عليكم ورحمة الله وبركاته البنات، مرحبا بكم شهيوة جديدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غنقدم معاكم شوربة تجي غزالة زوينة سهلة اللي ما تيبغيوش يديروا الحريرة. بالنسبة بمناسبة رمضان كلشي تيبغي يدير الحريرة، ولكن ننوعوا شوية. اللي ما تيبغيش يدير الحريرة يدير الشوربة. هاد الشوربة البنات تجي غزالة 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 زوينة، علاش لا ما نشاركهاش معاكم. هنا أول حاجة درت خديت الكرافس، خديت ربطه صغيره تاع الكرافس البنات، خديت بصيله واحده، خديت خيزوه، خديت قريعه، كلهم طحنتهم كي تتشوفوا هانتوما. اما قطعهم قطيعات صغار، اما طحنهم في هذاك لاباراي اللي تطحن لينا الخضيره. غادا ناخذ هنا البنات تنصوطيها بالزبده، اللي ما عندوش زبده يدير الزيت، مي انا تندير الزبده احسن، الزبده تكون احسن. ناخذ مغصو تاع الزبده هانتوما البنات. درت فيها الملحه، البزار، سكينجبير، الملحه، البزار، سكينجبير. صافا غنشعل عليها، نخلي هذيك الزبده تجي البنات زوينه. وهنا عندي الكروفيت، اللي ما عندوش ما بغيش يدير الكروفيت يدير دجاج، قطيعه تاع دجاج صغار، مي في الكروفيت تجي بنينه. هنا عندي الشامبينيو ها هي، هو درتو في الماء بارد وخليتو تيطلق ونغسلو من التراب. البنات غسلو الشامبينيو من التراب، راه تيكون فيه التراب بزاف. انا غنخليه تيطلق مزيان ونعاود نغسلو ونغسلو شي ثلاثه المرات، عاد نقطعو مزيان عاش نديرو في القميله. عندي غتخصني الشعريه الصينيه، وهنا البنات كي تشوفوا غادا نزيد واحد ثلاثه الوريقات سيدنا موسى، ورقه سيدنا موسى. غادا ندير هادي، عندي انا لاصوص تاع الحوت تندير فيها شويه، فيها رائحه الحوت. وهنا غادا ندير الصوجة، اللي عنده الصوجة العاديه يدير الصوجة العاديه، انا هادي الصوجة ثقيله هانتوما البنات، هادي الصوجة ثقيله شيا. غندير واحد جوج معلقات، وجيب لي الصوجة ادريس الاخرى، وغادا ندير معلقة تاع الصوجة العادية في الثلاجة، حيت هنا غادا ندير كروفيت. الكروفيت ضروري تخدم به الصوجة تجي البنة. هنا غادا ندير الصوجة العادية هاكا ولدي، صافي نخلي هادشي يتشحر مزيان مع الزبيدة باش ندوز ندير ليه الماء سخون. البنات فاش بغيو ترويو ما ديروش الماء بارد، ضروري ميها سخونه. صافي غنخلي هادشي. غادا نمشي نغسل الشامبينيو مزيان، نغسلو مزيان ونقردو، وفي الاخر غندير الشعريه الصينيه حتى لاخر لحظه حتى طيب ليا الشوربه ديالي عشان ندير الشعريه الصينيه. هي والكروفيت هادو بجوج مكونات نخليهم هما الاخرين. صافي غنخلي البصلة والكرافس الخيزو القرعة كل شيء طيب، عاش رجع معاكم نوجد الماء سخون. كي تشوفوا البنات دابا فاش دخلت المكونات في بعضياتها مع الزبدة، صافي غنشد الشامبينيو ديجا دغيا تطيب وتجي شوربة بنينة ولذيذة. وقلت علاش لا ما نشاركهاش معاكم، واخا تعطلت عليكم شوية في هذا رمضان، وصلت لي الجده ديالي الله يرحمها في هذا النهار يا ربي، هو الحمد لله على كل شيء يا عزيزه الله عزمنا، الحمد لله على كل شيء. صافي البنات هنايا فاش درت الشامبينيو هذا نروي الشوربه بسم الله، كي قلت لكم الماء يكون سخون. صافي غنخليها طيب على خاطر ما نسد لا على كوكوس لا والو، غنزيد شويه في الماء
هنا البنات صافي غادا نسد عليها، ما غاداش نسد البنات الكوكوط لا، نخليها بحال هكا وطيب على خاطرها. هي ديجا تطيب بالزربه، تتوجد بالزربه، تات يدخل الطياب مع الخيزو مع القرعه البصله الكرافس وسميتو، عاش نزيد الكروفيت ونزيد الشعريه الصينيه وانتم معايا. وهنا البنات كي تتشوفوا صافي الشوربه وجدات عندي، انا لحت الشعريه الصينيه مي مازال ما قطعتهاش، ها نتوما كي تشوفوا انا غنقطعها دابا صافي حتى تسخن، غنقطعها دابا صافي غنزيد الكروفيت. بسم الله كل واحد يدير على حسابو الكروفيت. وهنا غدا نمشي نوجد واحد جوج معالق تاع مايزينا باش تجيني يجيني البلو الخاطر، ما يبقاش بحال هكايا. اللي بغى البلو اللي بقى ليه بحال هكا ماشي مشكل، ما يزيدش مايزينا، اللي بغى يجي البلو شويه خاطر يزيد واحد جوج معالق مايزينا. البنات لا ما لقيتوش مايزينا، انا هنا ما لقيتش مايزينا في الطاب، ما كي ما نسخن الوليدات درت جوج معالق تاع الدقيق بحال غندور الحريره، ها هي مزيان ديروا الدقيق بحال هكا باش ما يبقاوش فيه الطبيبات. صافي صافي البنات خويت هنا الدقيق وكنحرك مزيان وغنخليه يطيب واحد ربع ساعه تاع الدقيق وعاش نطفي عليه. كي تشوفوا البنات وجدت الشوربه، وغنقول لكم مع السلامه، نمشي نشرب الشوربه ما حدا سخونه، غنزيد عليها فوقها الفخوماج، اللي بغى يزيد الربيع يزيد شويه الربيع، مي انا ندير الفخوماج وغناكلها صافي جاني الجوع. يلا البنات مع السلامه مع فيديو جديد ان شاء الله، بارطاجيوه مع اصحابكم وحبابكم، ما تنسوش وديروا واحد اللايك زوينه، ومع السلامه مع فيديو جديد وعواشركم مبروكه، باي باي.